منظمة فرح، نرحب بكل الضيوف، نرحب بأهالي مخيم بريقة، نرحب بكادر منظمة بسمة، نرحب بكل الفعاليات منظمة غصن زيتون، الشباب اللي شرفونا كلياتهم، ونحب نشكركم على الوقفة اللي وقفتوها معانا. طبعا هذا شيء فخر لنا يوم تحضروا فعالياتنا ونشوفكم على طول ونشارك مع بعض. ملامحه فيها القهر والظليمه، ما عاد بقلوب الاوادم تسامح، حتى مع الاطفال ما هي رحيمه. تبكي شابه لا تبكي شابه حلم الشد، احنا اليوم في مخيم بريقة مركز فرح للدعم النفسي، قمنا بعرض بيان نصف مرحلة من مشروعنا، مشروع الدعم النفسي المقام في مخيم بريقة مركز فرح للدعم النفسي. يتضمن طبعا انا مشرف كنت مشرف الأنشطة بالمركز. يتضمن عرضنا اليوم، عرضنا كان يتضمن فقرات فنية، فلكلور شعبي، اغاني تراثية، كورال جماعي. عملنا عروض مسرحية جريئة مع دبكات شعبية، مع شوية عروض شعبية كمان. هاي كانت كلها طبعا بمشاركة الطلاب أو من عمل الطلاب اللي هن هون عندنا بمدرسة فرح. وكان عندنا كمان هون المعرض، هاي رسومات الأولاد، وفي عندنا كمان شوية أشغال يدوية وشوية أشغال صوف. هاي كله الحمد لله من شغل الأولاد هون، شغل أطفال المخيم أو أطفال مدرسة فرح فيما نسميها.